القسم السادس. Kitaptin 6. bölümü. الأعمال الشيطانية. Şeytanın amalları. الأعمال الشيطانية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذه الأعمال الشيطانية ما علاقتها بالتوحيد، لأن هذه الأعمال الشيطانية تدعو الناس نسأل الله عليه السلام إلى الشرك بالله. Şimdiki kitabın aktarı bu, şu kitabın şu bölümünde kurttuğun baptarda şeytanın amallarını bizge düşündürüp aytıp getti, eskerip getti. Ankeni şeytan amalları, şu bapta gele turgan, şu bağırdık işler adamda şirkke alpara turgan amaldır. Ve minhu sihr. Yani bunların arasında ne gerek? Sihirçılık. Lenne akbar davvabe li da'vaten nasi li şirk billah huve sihr ve sahir. Yani ankeni en başkı adamlardı degen en bir en ulu adamlarda şirkke alpara turgan sebeplerden biri bu degen ne? Sihir, sihir, sihirçılık yani şu sihirçılar. Naam. As-sahir ya'mel indmen. الساحر يعمل عند من؟ سيقرصلار قايدا اشتيت الله قايدا جيمجي جيمجي الله جيمجي جيمدين عندنا قزمات قلت الله عند من؟ عند الشيطان هو يعبد الشيطان يا الله شيطان قزمات قلت تبيك الله شيطان قصينات فحتى يتقرب من الشيطان ويرتفع عند الشيطان لابد أن يعبد الناس للشيطان تبيك الله شو سيقرصي شيطان قال سينس شوشن شيطان قال يوجد جاكن راح بولش شوشن آدم دارد داغه ليش شيطان قال سينو قال كليته فالساحر يكفر كفر أكبر. ترى سيقرش على شون قابر شلقلت. ويجب على السلطان أن يقتل الساحر. ترى بادشان يزي شريطة عند سيقرش إنه يلترجو ملدت بود. ملترش كريك بود. يقتل بكل حال حتى ولو تاب يقتل السلطان لكن. إيه. على خندا يا ول بوسدا. توب أقول كم بوسدا يلترلت. بروك جيم يلترت أنا على بادشان الناقص بادشان ملدته.